أنا أحمد رفقي أصبت مؤخرا في عنقي أثناء عملي في مهنة الميدانية وإصابتي إصابة جدية كما أنني لست قادرا على الكلام شوف يا ملازم أحمد شغلتنا يعني هي بس أرشف رح تتعود مع الوقت What is the shortest route to Turkey? ما فيكن توثقوا فيني؟ زاد ما فيكن توثقوا في حدا، هي هي المشكلة. تركي